بظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية وفوضى انتشار الجريمة، بيرجع صدى تفعيل قانون الإعدام لمسامع اللبناني لتنقسم الآراء بين مين بيشوف إنه تطبيق عقوبة الإعدام بتساهم بالحد من الجريمة وبين مين بيرفض معالجة فعل الجريمة بجريمة مماثلة. هل انقسام دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك، الإعدام بحد من الجريمة؟ موضوع رح يتناظر حوله كل من نهى كنج وسمير غفري. شو قولك؟ الجمعة 9:30 المساء ببث مباشر موحد على عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات.